علاقتكم على من يقول أن فلسطين للفلسطينيين والمغرب قضية الأولى هي الصحراء المغربية؟ من 30 سنة وأنا أقول نفس الكلام وسأكرره اليوم. من توهم من مسؤولي هذا الوطن العزيز صادقا أو كاذبا أن مقايضة الصحراء المغربية بفلسطين سوف يثمر حلا لصالح المغرب، أقول له إن بيع فلسطين بالكامل والتفريط بالواجبات التي ترتبها مسؤولية رئاسة لجنة القدس والتفريط بأوقاف المغاربة في القدس التي ألف فيها الشيخ عبد الهادي تازي كتابا كاملا لن يعطي بالمقابل ذرة رمل واحدة من الصحراء. الصحراء مغربية، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، الحقوق لا تؤخذ طلابة وإنما تؤخذ غلابة. من يحمي الصحراء المغربية هم المغاربة وهم أبناء الصحراء، وهو الإرادة المغربية وهو الجيش المغربي. أما مثل هذه الأوهام فلن تعطي لأحد حقا مقابل حق، لأن الجميع هو ناتج صفر على واحد. والدليل على هذا، هل يمكن أن نتخيل أن مصر اليوم سوف تحصل على شيء من حقها المائي المحتجن في إثيوبيا مقابل بيع فلسطين؟ ها هي مصر تقتل غزة بإغلاق معبر رفح، فهل أطلقوا لها بالمقابل لترا واحدا من الماء الذي يسجن الآن خلف سد النهضة؟ وقس عليه، الأردنيون أعطش بلد في العالم هي الأردن، لأن العطش بمقاييس الأمم المتحدة وقسمة عدد اللترات على عدد السكان. بهذا المقياس الموضوعي أقل بلد في الدنيا حصولا على الماء هو الأردن. فهل هذا البلد العطشان الذي سلم لإسرائيل أكثر من حقوقها في مياه نهر الأردن وفي مياه نهر اليرموك وفي مياه بحيرة طبرية وفي مياه عديدة سلمها، هل حصل بالمقابل على فقط الأرض التي أكراها لإسرائيل ربع قرن بموجب اتفاقية عواد عربة والتي انتهت في السنة الماضية؟ ما حصل على حق أن يستلد أرضا لا تدعي إسرائيل أنها أرضها، بل إن غور الأردن كله رغم أنه فلسطيني إذا احتجن من إسرائيل سيهدد الضفة المقابلة للغور التي في الأردن. أما نهر الأردن فعليه السلام منذ أصدرت ناشونال جيوغرافيك قبل 30 سنة كتابا مستقلا قائما عنوانه قتل البحر الميت. هوية بريس، نحو إعلام هادف.